الرحمن الرحيم، آبائي مدير المدرسة، إخواني الطلاب، أحييكم. الآن هذه خطبة في منطقة ذباب. إحنا ذباب نعمل مركز صيفي، بعدين جينا للقرية فيها واحد شيبة يخطب جمعة باللهجة البلدي، ما يخليش حد يمسك الخطبة، وإحنا جينا الصف الأول وكان على اليسار المعرض، بعدها بدأ والله بهذه اللهجة يقول كذا يعني. قال أسري إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حتى بيت المقدس، ركب فوق براك ثم باكوا إلى السماء الدنيا، فوصل إلى السماء فدق الملك الباب، فقال الملك: من معي؟ قال له: محمد. قال له: ادخل. فدخل صلى الله عليه وسلم، ثم باكوا لك من سماء لسماء، من سماء لسماء، من سماء لسماء، حتى وصل إلى سدرة منتهي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يلا جبريل أنا وأنت. قال له: لا، أنت اقدم، أنت إن تقدمت اخترقت، وأنا إن تقدمت احترقت. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل، فقابله موسى فقال له: ها محمد، ما قال لك الله؟ بشر بشر، ما قال لك الله؟ قال له: امرني بخمسون صلاه. قال له: كثيروا. قال: عند الله. قال له: كثيروا، امتي تكسر صلي لي. ثم طلع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل، فقال له موسى: ها، ما قال لك؟ قال: امرني بخمسة وعشرون صلاه. فقال له موسى: كثيروا. ارجع. وظل الحبيب صلى الله عليه وسلم طالع نازل طالع نازل من اجل امته، ثم نزل فقال له موسى: ها، بشر، ما قال له؟ فقال له الرسول: امرني بخمس صلاه باجر 25. فقال له موسى: كثيروا. ارجع عند الله ثانيه. فقال الحبيب: بعد خمس معنا كله يا ايبا، يا رب ما نكسرش كله. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النسم علقت على شعرهن، فقال: اتك اتك اتك، ما هذا واخر؟ وجبريل: ما هو اللي معلقات هكذا؟ قال: اكثر سكان اهل الجنه النساء، وربي نساء ذي اكثر سكان اهل. ثم وجد بحيره من دم فيها رجاله يبقوا سباحه يبقوا سباحه يبقوا سباحه، لما قالوا يطلع على الساحل يهب لك ملك مسخره وقلبه بعد اكرع له رد لهم داخل. طلعوا علي يا عباد الله. وثم يعود السباحه تاع يشبه لما قالوا بالساحل وهب لك ملك حدا قلبه اكرع ورده هكذا وبعكذا. قال له: يا جبريل ذي ما تاك تاك تاك، ما سوى هذا مرقال؟ قال له: اكل امر به. ايه، وهكذا كانت المهم. وحكى على هذا الرحيل والله بالله القادم، وصل عند مريم. قال مريم عليه السلام: يا عباد الله، وقوك كان اثر شبكي مريم عليه السلام، حبيبة ما تقول لنا؟ قالوا: للناس اتاك 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 ومريم حبلو، ما كان ابوك الاب ذيله وما كانت امك تبغي، منين اخذت لي ذي النومه؟ حارت ما تقول لهم. خرجت مريم لم خبت وحدها، والله لوحدها، والله ماشي حمعها ديك تعالى بمخبته حتى وصلنا عند النخله، وباكى ظهرها فوق النخله وتهم ما تقول عباد الله، والله ما تقول لهم، جلست تهم ما تقول لهم ما تقول لهم. لكنها خرج عيسى ما بين رجلها كالله وما كلي واشربي وخلق الله انا لها. هدي النخلة وكلي واشربي وخلق الله انا لها. وقريش آذت النبي صلى الله عليه وسلم، حرام لهم قليل حياة. يا صبر.